السلام عليكم حبيبتي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتي وقناتكم اوميكسال تيوب. اول حاجه غادي نقولها هي مبروك علينا رفع الحجر الصحي. فالحمد لله الحياه بدات كترجع تدريجيا يعني للطبيعه ديالها، ورغم ذلك خصنا نبقاو محافظين على شروط السلامه وكذلك مسافه الامان، هكذا باش نحميو راسنا ونحميو حتى الناس اللي معانا. فاليوم ان شاء الله جيت نحضر معكم واحد تشيز كيك اللي كيجي رائع بارد بالمذاق ديال الكراميل والفاني. خليكم معايا تشوفوا الفيديو حتى الاخر باش تشوفوا المكونات ديال هاد تشيز كيك. فالطبقه الاولى ديال التشيز كيك غادي نحتاج البسكوي كيف ما كان. انا هنايا درت هنريس، القياس ديال 200 غرام، والقياس كيبقى على حسب المول اللي غادي توضعوا فيه التشيز كيك ديالكم. وهنايا عندي واحد 70 حتى 80 غرام ديال الزبده المذابه، فغادي نخدم هاد الطبقه الاولى عاد ندوزو للطبقه الثانيه. فاول حاجه غادي ناخذ هاد البسكوي نوضعو في هاد الاله باش نطحنو. فاللي ما توفرتش عنده هاد الاله بامكانه يضعو غير في بلاستيك يكون نقي ويهرمشو بالمدلك. نبداو على بركة الله، بسم الله. فهنا هاد بعد ما تطحن غادي نوضعو في الطبسيل. ونزيد هادشي اللي بقى لي. فهنا غادي نزيد هاد الاول هذا وغادي نضيف عليهم الزبده، يعني هكا يتخدموا بالزبده احسن. فهنا غادي نضيف هاد 70 حتى 80 غرام ديال الزبده المذابه. فهنا بعد ما نجمعوا لي المكونات مع بعضياتهم غادي نوضع هاد البسكوي ديالنا في المول اللي غادي نحضر فيه تشيز كيك. وغادي نبدا نقاد فيه حتى تقاد ليه الفورمه ديالو، هكا نضغط عليه. فهنا بعد ما قديت البسكوي في المول كيف ما كتشوفوا فكيشد راسو، غادي ندخلو للمجمد اولا للثلاجه الا كنتو مزروبين عليه فدخلوه للمجمد من الاحسن. ففي الوقت اللي غادي ندخلو المجمد غادي ندوز باش نخدم معكم كريم شونتي، فغادي نخليه الا كثرت ربع ساعه باش غير الزبده كتشد ليا راسها مزيان. فبالنسبه للكريم شونتي غادي نحتاج لواحد العلبه ديال كريم شونتي ديال الفاني العاديه، وغادي نحتاج لواحد كاس ديال الحليب اللي يكون بارد باش كيساعدنا نطلعو شونتي. غادي نحتاج لواحد سكر فاني، وكذلك غادي نحتاج لواحد العلبه ديال الجبن القياس ديالها 180 غرام. فاول حاجه غادي نبدا نجيب هذا الاناء، فغادي نوضع الحليب هو الاول وغادي نضيف عليه العلبه ديال الشونتي. وغادي نزيد هاد السكر فاني. وغادي نبدا على بركة الله نطلع الشونتي.
فهنا كيف ما كتشوفوا ها هو طلع ليا الشونتي، غادي نضيف عليه علبه ديال الجبن الطري. فبالنسبه للكريم شونتي هكا بودر اللي ما متوفرش عنده، بامكانه يعوضوا بواحد الكاس ديال الكريمه السائله. غادي نزيد هاد العلبة كاملة، كتعطي واحد المذاق رائع للكريم شونتي هاد الجبن الطري. وغادي نستمر في التضرب حتى ينسجموا ليا المكونات مع بعضياتهم. فهنا بعد ما خرجت البسكوي من المجمد وطلع لي هنايا الكريم شونتي كيف ما شفتوا مع الجبلي، فهذه كتبقى واحد الخطوه يعني اختياريه ماشي ضروريه. كيف ذكرت ان هذا التشيز كيك غادي يكون بالفاني والكراميل، فانا كيحمقني بزاف المذاق ديال الكراميل مع البنان، فغادي نوضع هكا قطع ديال البنان فوق البسكوي، عاد غادي نوضع فوق منهم الكريم شونتي. فهنا بعد ما وضعت القطع ديال البنان غادي نوضع الكريم فوق منه. وغادي نبقى نقاد فيها على هذا الشكل هذا. فهنا بعد ما وضعت الطبقه ديال الكريم شونتي كيف ما لاحظتوا وقديتها من الفوق باش ما كتجيش جهه يعني طالع على جهه يجيني نفس العبار، غادي ندخلها للمجمد لمده ديال واحد ساعه ساعه ونص حتى ساعتين. انا ما خصنيش الكريم شونتي تقصى، خصني غير تشد راسها شويه باش ندوز نزينها من الفوق. خليكم معايا باش تشوفوا الشكل النهائي ديال تشيز كيك ديالي. فهنا بعد ما خرج تشيز كيك ديالي من مجمد فكيف ما كتشوفوا راه ماشي قصاح، غير ما كنخليش هذا الكريم شونتي حتى يقصاح، غير كيشد راسو وصافي كنخرجو. فغادي نحيد هذا الاطار، وانا هنا غادي نزينو من الفوق بحال اللي قلت لكم بصوص كراميل. فالتزيين كيبقى اختياري كيف ما كنقول. فهنا من بعد ما زينت هكا بخطوط ديال الصوص كراميل، هنا عندي شويه ديال لوز ايفيلي حمرته، غادي نوضعو في هاد الفراغات. فهذا حبيبتي هو الشكل النهائي ديال تشيز كيك ديالنا، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. فتزيين متواضع كيف ما كنقول، زينوا باي حاجه عندكم في الدار. فكيف العاده ما تنساونيش من لي لايك ولي كومونتير، وكذلك اللي مازال ما اشترك في القناه وعجبو المحتوى ديال القناه ديالي ما يبخلش ليا بواحد اشتراك. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.